يلا نبدا بحصتنا اليوم. حصتنا اليوم بعلوم عن الفصول الاربعه. الفصول الاربعه. احنا لما نيجي على المدرسه تيجي انت لابسه نص كم شوبانه؟ شوبانه بتيجي بتلبس نص كم؟ لا بتلبس نص كم بس جاكيت. تقولي بداني الصبح لما تصحي من شوباني بداني لانه انت بتفصل ايش؟ شتاء. ممكن تصحي شوباني لانك بتكوني متغطيه. انت بتصحي بداني لانك بتكوني متغطيه شوباني لانك بتكوني متغطيه متدفيه. لما تطلع على الباص بتكوني شوباني ولا بداني؟ انا لما اركب بالباص اتجمد. وانا انا يا ايوه انا بس صح بس يبقى في قفزات قفزات هاي القفزات نعم من البشره في الكتاب. انا ما صحينا الساعه 5 بس قفزات. انا ما راح اطبخ كل كلمه كل ساعه. اسمع اسمع الساره. نعم انا ما اركب الباص بكون كانه قاعد ثلج. ايوه بكون الدنيا برد الصبح خاصه احنا ما نطلع بكير الساعه 6 ونص بتكون جدا برد لانه احنا بفصل ايش؟ شتاء. فصل الشتاء. خليني انا بدي احكي عن فصل الشتاء. فصل الشتاء جدا بارد. فصل الشتاء جدا بارد. بيصير في تساقط للامطار، بيصير في تساقط للثلوج، بيصير في عواصف. الهواء والرياح. نعم عشان هيك يا سلمى شو جايبه معك اليوم؟ وريني الطاقيه، اعطيني الطاقيه اللي انت جايبتيها معي. عشان هيك اصلا سلمى طلعت ايش جايبه معها اليوم؟ لابسه طاقيه صوف. نلبس بالشتاء صوف. لو حكيت لك انا فصل من فصول السنه، انا فصل من فصول السنه. في هذا الفصل يتم استخدام المظله. يتم استخدام ايش؟ المظله. انا في هذا الفصل بستخدم المظله لاحمي نفسي من تساقط الامطار والثلوج. ممكن اذا كان في تساقط ثلوج. من انا؟ الثلج او فصل الشتاء. من انا؟ فصل الشتاء. اذا في فصل الشتاء نستخدم المظله، نلبس الصوف والقفازات. اعطينا قفازات جاكيت. ونرتدي القفازات ونرتدي ملابس الصوف. تعالي عندي يا مسرينا. حفايه. تعالي يا مسرينا. والجربين. نعم شوفي لي مصغنا شو لابسه. طلع على مصغنا شو لابسه. الجاكيت الخميل. الجاكيت خميل ولا خفيف؟ خميل. خميل ليش؟ انك انت تكوني بدانه ولا شوبانه؟ بدانه. شوفي شو لابسه كمان. بلوزه كبه عشان تحمي رقبتها ما يطلع لها الهواء البارد. هي حتى ادم لابس بلوزه كبه سوداء، ومس سلمى لابسه حمراء، ومس رغد لابسه بلوزه سكني، ومس سلمى كمان، ومس استاذ مسلم، ومس سيرينا لابسه كبه زهري. لانه كنا بنحمي حالنا من البرد. ايوه مس راما لابسه كمان احمر. شوف ايش كمان مس كمان من اللفحه. نعم اللفحه. اذا في فصل الشتاء نرتدي القفازات والمظليه. القفازات نستخدم المظليه لنحمي انفسنا من الشتاء. لما تطلعي تحت المطر تكوني واقفه هيك طبيعي وتتجمدي بتتجمدي تحمي حالك من المطر. تتخبي تحت المظله صح؟ او تكوني بالسياره مع بابا فبتكوني بالسياره اساسا محميه من المطر صح؟ صح. تمام. تستخدمي المظليه لما نطلع نمشي في المطر. نستخدمي المظليه حتى المطر ما يعبيني مي واجود. لما اروح اذا كنت انا بالمطر بيعبينا وبنكون مبسوطين، بس لما نروح نمرض. لما نروح بناخذ برد. لما المطر لما نهرب لما نجري بالطاقية نحمي أنفسنا. لكن ما هو الفصل الذي نستخدم فيه الصبغة أو التدفئة؟ الشتاء. في فصل الشتاء الثلج والعلم أن الصبغة. أيوة. الفصل عكس الأشياء يعني البرد في الصيف والشوب في الشتاء. نعم. إذا إحنا في فصل الشتاء نستخدم الصبغة، نستخدم التدفئة عشان أدفي حالي، بغطي حالي بالإحرام إذا ما عندي صبغة أو غاز خالص. ثلج. استني استني اسمعي. ثلج. لا مش ثلج بس نفس فصل الشتاء.
بعد ما يخلص فصل الشتاء فصل الربيع. فصل الربيع يا الله يا الله، خلي اكمل في الزيت يا ربي. شو هذا؟ شو الناس هاي؟ خلي اكمل في الزيت. بيجي عندك بس يخلص فصل الشتاء بده يروح يبلش العشب الاخضر ينمو. الورد الاصفر الصغير لما تروح على الريحه مع ماما وبابا وتشوفوا، او عندكم بالبيت اذا عندكم ساحه، ما عندنا ساحه، ورد اصفر صغير صار يطلع هذا الفصل. عدل على ايش؟ لما يبلش يطلع عندي الورود، لما يبلش يطلع ورود لحد المصاص، لما يبلش يطلع عندي ورود بدون مصاص، ورد ينمو، الورد تتفتح الاشجار، يصير الاشجار ترجع تلمس الاشجار في فصل الشتاء. هاي ورد بتشبهك. انا اشكرك، انت بتشبهك والله. عندي لما يبلش الشجر، هسه مش احنا حكينا بفصل الشتاء بيكون الاشجار، هسه لو بنطلع على الاشجار في كثير اشجار بتكون ما عليها اوراق، بتكون اغصان لحال، صح؟ كل فصل الخريف، الخريف ببلش يتساقط في الشتاء، في الشتاء بيكون ما في الاشجار ما عليها ولا ورقه، بتكون خلص كل اوراقها الاربعاء. الاربعاء الربيع، الربيع مش الاربعاء، اسمه الربيع. لما لما ترجع المدرسه لما ترجع الشجره تلبس اوراقها، تطلع الاوراق عليها، تبلش تنمو الاوراق عليها، ترجع خضراء، هذا فصل ايش؟ الربيع. الربيع لما تبلش تطلع عندي الازهار، تطلع عندي الازهار الصغيره اللي تطلع عندي الازهار، تبدا اوراقها. نعم، يا عيني عليك، بكون الصيف عندي الجو فيه معتدل، بكون الجو ايش؟ معتدل، وبنقدر نطلع فيه، هذا بسموه فصل الرحلات، بدنا نطلع رحلات تنشبع. بيجي فصل الصيف بنشوب، بنضل بالبيت مع هالي المكيف، بس لو بتبوظ ومع هالي المكيف بنكون شوبين كثير كثير كثير. لا لا، بتلبسي جاكيتك هذا فصل الشتاء غير فصل الصيف؟ لا 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 لا، ابدا. الشتاء وفصل الربيع، اليوم تعلمنا عن فصل الشتاء وفصل الربيع. الفصل اللي بستخدم فيه المظلة شو كان؟ شتاء. الفصل اللي بيطلع فيه الازهار ربيع. الفصل اللي بنستخدم فيه المظلة شو؟